ريف حماة الشمالي، مدينة كفر زيتا. تظهر هنا آثار الدمار داخل المدينة، حيث تتعرض المدينة لقصف يومي من قبل قوات النظام وإلقاء البراميل المتفجرة على هذه المدينة. طبعا نذكر أن هذا الدمار سببه إلقاء البراميل المتفجرة بالتزامن مع معركة تحرير كتيبة مورك وحاجز المداجن. دمار هائل أصاب المنازل في هذا المكان. 16/2/2014 شبكة شام الإخبارية. هذه آثار الدمار. هنا أغراض المدنيين ما زالت هنا في هذا المكان.